يلا يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى نكمل الجزئيه الثانيه من السيشن بتاعت النهارده. احنا في الجزئيه اللي في النص الاولاني من الكورس من السيشن اتكلمنا عن اوفر فيو للكورس كله، وقلنا اهم النقط اللي هنركز عليها في الكورس. تمام، ان شاء الله بقى الجزئيه دي هنتكلم بقى على حبه حاجات نظري كده، وعن حبه حاجات انت لازم كمهندس مكتب فني او مهندس تنفيذ او مهندس بلانر لازم تكون فاهم الكلام ده، واهمهم الدوره التفصيليه بتاعه مشروعات التشييد او مشروع التشييد. ماشي، طيب بس شغال. شغال تمام. طيب هو طبعا بقى انت كلنا عارفين بقى ان التشييد واللي هو مؤشر نمو بتاع اي اقتصاد دوله واي بلد بتقاس بالنمو بتاعها بالمشروعات التشييد. زي مثلا كلنا شايفين دبي ما شاء الله، يعني بنعرف ان هي متقدمه ازاي، المباني المشروعات التشييد بتاعتها حاجه ما شاء الله يعني. طبعا في مصر برضو بسم الله ما شاء الله. عندنا أربع أنواع أساسية من أنواع أي مشروع تشييد، أي مشروع للتشييد بيندرج تحت الأنواع دي. يلا نركز بس علشان أنا مش عايز معلومة تفوتك، ركز بعد إذنك يا إما أقف ما تخلص. ماشي؟ طيب أول نوع اللي هو ريزيدنشال، الحاجات السكنية العادية خالص، هو زي الفيلا، واحد بيبني فيلا، واحد بيبني شقة، واحد بتشطيب شقة، منتجع سكني بتاع، الكلام ده كله اسمه إيه؟ مشروعات ريزيدنشال، مشروعات سكنية. طيب النوع الثاني الحاجات اللي هي النون ريزيدنشال، اللي هي ايه؟ اللي بتبقى زي الحاجات العامه، المرافق، المدارس، المستشفيات، الحاجات العامه بتاعه الدوله. تمام؟ اللي هي المرافق دي زي مثلا المولات والكلام ده كله. طيب بعد كده المشروعات البنيه التحتيه، ودي اغلى او اثقل مشروعات، بالاضافه طبعا المهندسين اللي بيكونوا فيها لازم يكونوا مؤهلين للعمل بيها. زي ايه؟ او للعمل فيها، زي ايه؟ مشروعات الميه، مشروعات الصرف الصحي، المحطات طبعا، الكلام ده كله، الشبكات، محطات الكهرباء، الكلام ده كله بيندرج تحت الايه؟ الانفرا استراكشر، وبرده ساعات المترو، الكلام ده كله بيندرج تحت مشروعات البنيه التحتيه. الطرق طبعا. بعد كده المشروعات التخصصيه اللي هي الصناعيه التخصصيه، اللي زي مثلا المحطات المعالجه الكيميائيه، مصانع التشكيل الحديد وانتاج الحديد، الهناجر، المصانع، محطات انتاج الوقود، الحاجات دي. طب ايه فايده بس ان انا اعرف التقسيمه دي؟ هو كل مشروع من الكلام ده يا جماعه، او كل نوعيه من النوعيات دي في دراسه الشروط والمواصفات بيكون مطلوب فيها طقم شغل معين. يعني مثلا كم مهندس، كم مدير، كم كذا، كم كذا، الاوفر هيد بتاع نسبه الخصم بتاعت الاستشاري كام، او نسبه الفلوس اللي بتدفعها بتتخصم من مستخلصك كام، ايه الحاجات اللي انت مطالب بتوفيرها كمقاول، تختلف من مشروع لمشروع. يعني الحاجه الوحيده احنا لازم انت تكون وانت شغال في مشروع عارف انت شغال في مشروع ريزيدنشال ولا انفراستراكشر ولا الكلام ده كله، زائد خبرتك في التنفيذ. احنا قلنا طبعا الريزيدنشال ده ممكن الناس المهندسين المبتدئين الكلام ده كله، الانفراستراكشر طبعا محتاجه خبره شويه. تمام، طيب ودي يعني دي حاجه تكون عارف عنها بس معلومات كده. طب الجزئيه اللي عايزين بقى نهتم بيها واللي احنا دردشنا فيها كتير في الاوفر فيو، اتكلمنا في ايه؟ في مهام مهندس التشييد. احنا قلنا حضرتك لما بتروح تتعين في اي شركه تشييد او شركه مقاولات او شركه اداره مشروعات او اي شركه خاصه بمجال التشييد، بيبقى ليك ايه؟ ثلاث وظائف، يا اما مهندس مدني، يا اما مهندس كهرباء، يا اما مهندس تنفيذ يا جماعه، اللي هو بيقف في الموقع يوفق بين الموارد والشغل ويتابع ويستلم الاعمال ويسلم الكلام ده للاستشاري، واكدنا على نقطه التسليم يبقى ريكوستات. تمام؟ طيب النقطة الثانية مهندس التخطيط، اللي احنا قلنا اما الشركات بدأت تطبق فكر إدارة المشروعات بدأ يكون في مهندس خاص بالبرامج الزمنية، بالكوست والتايم استيميشن، بفكر الريسك، يبدأ ازاي أطبق منظومة الريسك على المشروع بتاعي، ازاي أقيس الكواليتي أو أعمل خطط لضبط ومعايير الجودة، الكلام ده كله مين اللي بيعمله؟ المفروض مهندس التخطيط. ماشي، واهم حاجه طبعا ان انا بعمل كنترول على البلانز اللي انا بعملها سواء للتايم او للكوست. ماشي، طيب النقطه الثالثه مهندس المكتب الفني، الراجل اللي بيعمل بقى ديزاين هو ده المكتب الفني، اللي بيعمل حصر الكميات هو المكتب الفني، ورك شوب دروينج مهندس المكتب الفني، اللوحه التفصيليه لو في مثلا حاجه اي ايرور حصل في الموقع او عايز مثلا لقيت براجع اللوحات، أنا كمهندس مكتب فني لازم أول ما بتبدأ في تنفيذ أي مشروع لازم بتراجع أو بتطابق اللوحات. أنا عندي كام نوع من أنواع اللوحات؟ إنشائي، معماري، صحي، كهرباء. وفي
المشروعات الانفرا بيكون فيها ايه؟ كهروميكانيك، تمام؟ اللوحات دي لازم اعمل لها كوردينيشن وطابقها. في خطوات هنبقى ندردش فيها سريع سريع كده، نقول ازاي بطابق اللوحات بتاعتي. طب مين اللي بيعمل الكلام ده؟ مهندس المكتب الفني. طب لو لقى حاجه او لقى حاجه مثلا تصميم احمال زياده، لقى حس ان العمود ده حديده قليل، السقف ده فيه تصميم جزئيه فيها مثلا اوفرلود او حاجه، بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها تصميم مقترح. تصميم مقترح عنده الاستشاري، وده مين اللي بيقوم بيه؟ مهندس المكتب الفني، تمام؟ لحد المستخلصات يبدا ياخد ايه؟ مين اللي بيعمل المستخلصات والحصر؟ مهندس المكتب الفني، وهتبعدها من الاستشاري، وبناء على امضه الاستشاري يبدا يصرفها من المهندس. ماشي. بعد كده هو طبعا اللي بيعمل المقايسات والعطاءات زي ما اتكلمنا بالتفصيل. ماشي يا رجاله؟ هو اللي بيعمل مستخلصات والشوب دروينج والحاجات دي. ده مهندس المكتب الفني. هو اللي بيعمل الشوب دروينج وبيعمل المستخلصات وكل حاجه. بس احنا قلنا في مهندس مكتب فني، استشاري، مقاول، مك. ماشي؟ طيب. تهمني بقى اول جزئيه ايه؟ المراحل الرئيسيه، وركز ورقتك قلمك والمذكره معاك، لو في اي نقط جديد اكتبه، تمام؟ طيب انا عندي ست مراحل رئيسيه بيمر بيها اي مشروع تشغيل. اول مرحله مرحله دراسه المشروع. انا كمالك عايز ابدا ادرس. انا مثلا عندي قطعه ارض، ببدا ادرس ان انا اعمل مشروع، اعمل له ايه؟ دراسه جدوى. انا ايه اللي هيفيدني من المشروع ده؟ عايز اعمل مبنى سكني، عايز اعمل مثلا مظله عربيات، ركنه عربيات والناس تيجي تركن، الكلام ده كله ايه؟ دراسه المشروع. ماشي؟ اللي هي دراسه الجدوى من المشروع. وابدا بقى المراحل التفصيليه اللي هنتكلم فيها. طيب انا استقريت على مرحله المشروع او فكره المشروع، اعمل ايه؟ اعمل نوصل لمرحله التصميمات والرسومات، اللي هي ان انا بروح للمهندس الاستشاري اقول له ايه؟ صمم لي المشروع بتاعي. انا عايز احول الفكره اللي في دماغي، ان انا عايز اعمل منشا سكني على حته الارض دي، احولها للوحات. فمين اللي بيعمل الكلام ده؟ المهندس الاستشاري. جميل؟ تمام؟ يبقى دي نقطه التصميمات والرسومات. بعد ما حضرتك مستقر على الرسمه وقلت لي الشقه عايزها كام اوضه، وعايز الدور مثلا 3 4 شقق ولا كذا ولا المتطلبات دي كلها حضرتك عملتها، ببدا اعتمد لك الحاجات دي واطلع التراخيص، تمام؟ ودي تاني مرحله. طيب ثالث مرحله الاعلان عن المشروع. انا كمالك عايز انفذ المشروع، فببدا اعمل او اطرح المشروع بتاعي للمناقصه. طب ايه الفرق بين المناقصه والمزايده؟ المزايده ان هو يقلل سعر المواصفات، يقلل سعر المزايده، ان انا بختار، صح؟ انا كمالك بختار اقل سعر. ده فين؟ في المناقصه. طب في المزايده؟ اعلى سعر. طب امتى بقى؟ يعني امتى؟ الله ينور عليك. بنلمسها قوي في مشروعات التشييد في ايه؟ في الحاجات اللي انا بعمل لها هدم وازاله. بمعنى انا مثلا عندي عايز اعمل احلال وتجديد، عندي منشا زي اللي احنا فيه ده، عايز ازيله هدم وازاله وابدا اعمل منشا جديد. فبطرح المشروع بتاعي كمنشا هدم وازاله لايه؟ للمزايده. بشوف اعلى مقاول، في مقاولين طبعا هيجوا، في مقاولين هيجوا هيهدوا المبنى، طبعا هياخدوا الشبابيك، الاوض، الحديد، الكلام ده كله هيبيعوه، صح؟ فانا هتهدي لي المبنى وتبيع الحاجات دي باعلى سعر، فانا بختار اعلى سعر، هاخد انا الفلوس وهو هياخد ايه؟ هدم وزائل المشروع. طيب عايز ابني، بعمل ايه؟ مناقصه. المقاول اللي هيجي ينفذ المشروع بتاعي بالمواصفات اللي انا عايزها باقل سعر. فهمنا الفرق بين المناقصه والمزايده؟ المصطلحات دي لازم تكون عارفها. اتفضل. بسعر مناسب طبعا. بسعر مناسب. ماشي؟ طيب بعد كده، بعد ما بطرح المشروع للمناقصه، بختار المقاول اللي هينفذ المشروع. ماشي؟ اللي هو ايه؟ كل مقاول بيقدم لي العطاء بتاعه، وانا بختار المقاول اللي هينفذ المشروع. تمام. بعد كده رسينا ومضينا العقد وخلصنا، ببدا المقاول يبدا ينفذ المشروع على الطبيعه. استلم اللوحات دي ويحول اللوحات من لوحات كده مكتوبه والتصميمات لمنشا جاهز على الطبيعه. ماشي؟ طيب بعد كده اخر مرحله، انا خلصت كمقاول، خلص المشروع بتاعي، وبروح اعمل ايه؟ بقدم طلب ريكوست تسليم ابتدائي للاستشاري. بقول له تعالى استلم المنشا بتاعك جاهز للاستخدام. سواء بقى منشا سكني، محطه ميه، محطه صرف، محطه كهرباء، المنشا بقى جاهز للاستخدام.
تيجي الهيئه او تيجي المالك مع الاستشاري بلجنه كده يستلم المشروع استلام ابتدائي ونهائي. طيب دي كده ايه يا باشمهندس الست مراحل الرئيسيه اللي بيمر بيها اي مشروع. طب المراحل دي بقى جواها حاجات تفاصيل كده لازم تكون فاهمها انت كمهندس مكتب فني، لازم تكون فاهمها بالتفصيل بالتفصيل وتركز على كل نقطه فيها. اعرف دوره المشروع بتبدا ازاي وايه الخطوات والمالك بينفذ ايه والاستشاري بينفذ ايه والمقاول بينفذ ايه. طيب اول نقطه يا باشمهندس زي ما قلنا ان المالك بيقوم بالتفكير او دراسه جدوى انشاء مشروع. حضرتك مثلا عندي حته الارض هنا عايز مثلا ابنيها، انا عايز ابنيها الغرض من البناء ايه؟ هل هو سكني يعني حاجه انا هبنيها سكن فاعمل حاجه محترمه كده ومش عارف ايه والدنيا وشقه واسعه والدنيا دي سكن ليا. طب انا لو عايز حاجه استثماري يبقى الدور مثلا اخليها بدل لو مثلا يجي على شقتين بدل ما هي شقه واحده كبيره اعمله شقتين. الكلام ده يبقى المشروع غرضه استثماري ان انا عايز ربح. طيب لو هنا مثلا المنطقه هنا ما فيهاش مثلا سوبر ماركت او حاجه خدميه مول ماركت يعني كبير او مظله سيارات هنا العربيات كتير والكلام ده اسمه ايه؟ انا بعمل دراسه جدوى بشوف ايه المنشا او ايه الاستخدام ده هيجيب لي اعلى عائد. ماشي؟ يبقى ده اسمه دراسه جدوى. طب مين اللي بيقوم بدراسه الجدوى دي؟ المالك. ببدا انا كمالك لقطعه الارض لازم افكر في دراسه الجدوى دي او اشوف ايه المنشا اللي يجيب لي اعلى جدوى. طب انا استقريت انه مبنى سكني واستثماري. واروح رايح فين بقى؟ مش اعلى جوده، اعلى عائد. اعلى عائد. ماشي؟ طيب المالك هو الكلام واضح ولا ازود شويه؟ انتوا كلكم معاكم المذكرات بس ماشي اهو. طيب بعد كده المالك بيروح رايح للاستشاري، انا خلاص انا استقريت ان هو منشا سكن استثماري. بروح رايح للاستشاري بطلب منه انه يصمم لي اللوحه دي. طب حضرتك هو بيصممها بناء على ايه؟ بناء على المتطلبات. انا عايز الشقه الدور يكون فيه كام شقه، الشقه فيها كام حمام، كام صاله، كام اوضه نوم، كام غرفه، مش عارف ايه الكلام ده كله. يبقى حسب متطلباتي هو الاستشاري بينفذ او بيصمم اللوحات بتاعها. تمام؟ طيب يبقى النقطه الثانيه ان المالك بيطلب من الاستشاري تصميم اللوحات وتحويل الفكره للمالك للوحه هندسيه، لوح قابله للتنفيذ. طيب بعد كده الاستشاري بيصمم المشروع. طبعا انا بعمل تصميم مبدئي وبعدين اعرضه على المالك، اروح ايه اللي غير كذا، اروح راجع عامل متطلب حاجه ثانيه، اروح عامل كذا، ابدا اصمم المشروع بتاعي لحد ما المالك يستقر على اخر تصميم. يبقى ده كده حاجه اسمها معتمده ابروفد خلاص. مجرد ما عملت ابروف وخرجت اللوحات الهندسيه بتاعتي طبقا لمتطلبات المالك، بعد كده بايه؟ المالك بقى بيبدا يطلع التراخيص بتاعته ويخلص الدنيا. ماشي؟ يبقى احنا كده ايه خلصنا اللوحات المعتمده. ماشي؟ تيجي مرحلة إيه؟ الطرح. الطرح أنا عايز بقى أنا كمالك خلاص استقريت على اللوحات. عايز أعمل إيه؟ أبدأ أنفذ المشروع بتاعي. طيب ببدأ أطرح، ببدأ أنزل إعلان في الجرايد أو مثلا أعرف مقاول أروح رايح له وهكذا. أي نوع من أنواع المناقصات. ماشي؟ وبعدين بنزل إعلان في أطرح المشروع للمناقصة وبعدين إن أنا أختار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع. طيب المقاول بيبدا هنا دوره بيعمل ايه؟ بيروح يقرا اعلان. دي مثلا مناقصه اهي، دي كده مناقصه يا جماعه. هذه مناقصة عامة اهي، وليكن استكمال تطوير الوحدة الصحية بنجع هلال بأسوان مثلا. ادي مشروع عايز يتنفذ، صح؟ المشروع ده عايز يتنفذ، فانا بروح ايه انا كمالك واستشاري طرحت الاعلان ده. انا كمقاول ابدا اقرا المشروع بتاعي او اقرا الاعلان. انا شركة مقاولات قريت مثلا انه بنجع هلال بأسوان مش عارف وحدة صحية الكلام ده، فبروح رايح لمكان الشغل او رايح لمكان. ركز في الدوره دي، انا يهمني تكون الدايره مقفوله عندك. بروح رايح لمكان الشغل او مكان المنشا ده، بروح رايح معاين الدنيا، اشوف التوريدات هجيبها منين، اشوف انا مؤهلاتي ان انا انفذ الموقع ده ازاي او انفذ المشروع ده ازاي، واخد قرار مبدئي ان انا اقدم العطاء او اخد
اسحب كراسه الشروط والمواصفات والمستندات العقد او مستندات ايه المشروع ماشي. يبقى ده اسمه ايه؟ قرار مبدئي. انا مجرد رؤيتي. طب لقيت مثلا ان انا المشروع ضخم وانا المشروع ضيق والدنيا فيها مشاكل كتير، فانا بروح خلاص منسحب ومن غير ما اقدم ولا اسحب اي حاجه. تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ قرار مبدئي اللي هو مكتوب عند حضرتك هنا اهو. ماشي؟ بعد كده طب انا خلاص خدت القرار اللي انا هبدا هاخد هنفذ المشروع. ببدا اعمل ايه؟ بشتري مستندات المشروع. اي اعلان يا جماعه في الجرايد او اي اعلان بيكون فيه الحاجات دي، بيكون فيه اسم العمليه، ثمن النسخه، التامين المؤقت، وطبعا المكان وموعد فتح المصاريف. طيب اول حاجه ثمن النسخه. هي ايه النسخه دي يا باشمهندس؟ انا بقدم، لا هي مكونه من اربع حاجات. النسخه دي اللي انا بروح ادفع فيها فلوس واستلم مستندات المشروع. طب مستندات المشروع ده مكونه من ايه يا باشمهندس؟ هتلاقي اول حاجه قائمه الكميات. انا خلاص كمقاول اخذت القرار ان انا هدخل العقد او هدرس المقايسه واقدم العقد بتاعي، بروح مشتري مستندات المشروع اللي هي مكتوب عليها ثمن النسخه دي. بيسلمني ايه في النسخه دي؟ بيسلمك قائمه كميات، وبيسلمك كراسه شروط ومواصفات ورسومات المشروع وشروط التعاقد. بيسلمك الفايل او النسخه فيها الكلام ده. تمام؟ طيب حضرتك ايه قائمه ايه؟ لا لا لا، كل مشروع و... كلام فاضي يعني. ممكن مش دي. طيب قائمة الكميات، احنا قلنا يا جماعة قائمة الكميات امتى بقى؟ خليك ركز بقى معايا عشان تفهم بقى حبة مصطلحات كده. أنا عندي المقايسة زي ما اتكلمنا في المقايسة، كانت إيه؟ كانت عبارة عن ست جداول، ست أعمدة آسف، فيها البند وبنود الأعمال والوحدة والكمية والفئة والإجمالي. حضرتك أنا لما باجي أشتري الكمية دي، بشتري قصدي المقايسة دي أو شروط أو مستندات المشروع، بيسلمني قائمة الكميات. بيسلمني القايمه دي بس من غير ما يحط لي فيها ايه؟ فئه. تمام؟ بيملى لي ايه؟ بيملى لي البند والتوصيف، رقم البند والتوصيف والوحده والكميه. انا كمقاول بدرس الحاجات دي وانا اللي بملى الفئه. يبقى الحاجه دي او الشكل ده كده، المقايسه دي من غير ما يملى لي الفئه والاجمالي، بسميها ايه؟ قائمه كميات. بستلمها امتى؟ وانا بشتري ثمن النسخه اللي هي مستندات المشروع. طيب ادي اهو يا هندسه، ببدا بعد كده المقاول. انا خلاص فحصت ودرست المستندات دي وقريتها وعملت العقد وقريت توصيف البنود بطريقه كويسه والدنيا وكل حاجه فيها. طيب قريت توصيف البنود، لقيت كل البنود في قدرتي ان انا كمقاول في استطاعتي ان انا انفذها. ببدا اعمل ايه؟ ببدا بقى اقدم او ادرس البنود دي واعد العطاء بتاعي. امسك تفصيله كل بند كده واشوف البند ده، اعمل له تحليل سعر ودراسه واشوف البند ده بيكلفني قد ايه، واروح مالي خانه الفئه، وبالتالي خانه الاجمالي بتتملي عندي. صح؟ اضرب الفئه في الاجمالي. الفئه دي معناها ايه؟ سعر الوحده. سعر الوحده الواحده بقى هنفذه بكام؟ طيب انا اما اول ما املى الكلام ده احط خانه الفئه وخانه الاجمالي. ده بقى المسمى بتاعه ايه؟ بقى المسمى بتاعه عطاء. انا بقدم العطاء بتاعي، انا خلاص مليت الفئه والاجمالي، بقى المسمى بتاع المقايسه دي اسمها عطاء. بقدمه في العطاء ده تعريفه ايه؟ ان انا بقدم الفئه والاجمالي ده، ان انا هنفذ لك الاعمال دي مقابل المبلغ ده. طب انا بملى سعر ولا تكلفه؟ الله ينور عليك. لا سعر. انا بقول له هنفذ لك المشروع وضفت هامش الربح بتاعي. ماشي؟ يبقى مليت الفئه. لا كل مشروع بيعمل كل بند. ايوه. او ممكن يعمل التسعير ويروح ضارب في نسبه في الاخر ويروح قاسم تاني على كل شيخ له طريقه. دلوقتي مثلا حط مثلا بند الحديد على طن ب 5. تمام. وبعد كده ممكن اثناء ما شغال يبقى ب 6، فهو كده خسر. لا ما هو التسعير ده بيبقى ايه؟ انت في العقد اولا اي سعر خامه لو زادت عن 25% انت مطالب كمالك مطالب انه يعوضك الفرق ده. تمام؟ لكن انا طبعا بعمل التسعير وبحط نسبه ريسك وبحط نسبه كونتنجنسز، وزي ما هنشوف دلوقتي تحت هنشوف جوه بعمل السعر ازاي وبعد العطل ازاي. ماشي؟ حاجه بس. اتفضل. طيب
ان انا اضيف البروفيت بتاعتي الكامل ده بالنسبه لي. جماعه الاسئله دي مهمه والله. انا اضيف نسبه الربح بتاعتي بعد ما اخلص تكلفه المشروع كله من الاول للاخر، ده لو انا هدخل كل حاجه بنفس لو انا هدخل المفروض ان انا احط هامش الربح بتاعي، باخد سعر الاول الباطن واروح انا ضايف له هامش الربح بالظبط، ماشي، واروح ماليه مش مثلا نسبتي اللي هي مثلا 10% 20% بتحطها على كله بقى، لا بوصل كل بقى تمام حسب كل مشروع ولو وقت او له استفاد. طيب نركز بس سوا شويه يا جماعه بعد اذنكم. هو بيقول ايه الباشمهندس؟ بيقول مثلا البند ده بند زي الحفر كده، انا هجيب مقاول باطن يحفره، مش انا اللي هدرس البند وانا اللي هجيب حفار والشغل ده، فانا بجيب المقاول باطن بقول انت بتنفذ المتر بكام؟ هيقول لي مثلا ب 20 جنيه، فانا بروح حاطط ال 20 جنيه دي كتكلفه، صح؟ وحاطط عليها نسب الربح والضرايب والتامينات والاندايركت بتاعي، واروح ايه؟ محولها لسعر، يبقى انا ما درستش البند، خدت الثمن اللي المقاول الباطن هينفذ بيه وضفت عليه النسبه بتاعتي، تمام؟ وحطيته ايه؟ في سعر، غير بند بنفذه، يبقى في الحاله دي ايه؟ انا هسعر كل بند لوحده، وهو كده كده انا لازم اسعر كل بند لوحده، بس هضيف ايه؟ نسبه الربح على كل بند، ماشي؟ طبعا هناخد الكلام ده كله في الاندايركت كوست في التسعير، ماشي؟ خلونا ما نسبقش الاحداث. طيب بعد كده المقاول، اما درست مستندات المشروع ولقيت ان كل تنفيذ البنود دي كلها في استطاعتي، ببدا اقرر قرار اكيد ان انا هاخد هقدم او هدرس المشروع ده وابدا اعد العطا واقدم العطا بتاعي. طيب المقاول بيعمل عطا ازاي بقى؟ بيقدر تكلفه طبعا زمن تنفيذ البنود وتقدير تكلفه البنود تكلفه، وبعدين اضيف هامش الربح عشان يحول لي لسعر. طيب بعد كده كل مقاول بيروح مقدم العطا بتاعه. طب العطا ده هل له مكونات ولا هي ورقه التسعير دي وبوديها؟ لا طبعا، هو في دايما اي مقاول او اي شركه او اي عطا او اي طرح بينزل للمناقصه بينزل او اي مشروع بينزل للمناقصه لازم تقدم حضرتك كمقاول تقدم حاجتين، مظروف مالي ومظروف فني. طبعا الاول المظروف الفني. طب المظروف الفني ده بيكون فيه ايه هندسه؟ مش انت حضرتك اشتريت من النسخه دي استلمت كراسه شروط ومواصفات، صح؟ انت بتروح واخد الكراسه دي ختمها بختم الشركه عندك كل صفحه كده وتروح ماضي عليها. ليه؟ ده دليل ان حضرتك قريت الشروط والمواصفات ودرستها وموافق عليها، تمام؟ وده بتقدمه في المظروف الفني. فيها الزمن مثلا اهو بيانات الشركه والمستندات المطلوبه من الشركه زي صوره من عقد تاسيس الشركه وصوره القيد بالسجل التجاري والبطاقه الضريبيه راس المال حسب ما الحاجات اللي مطلوبه في كراسه الشروط والمواصفات انت بتقدمها، ماشي؟ ممكن تدخل برنامج زمني مقاول بينفذ. لا المقاول الباطن ملوش اي علاقه بالمقاول بالاستشاري، كل التعامل بين ايه؟ المقاول الرئيسي. المقاول الرئيسي طبعا. اتفضل. شوانا المقاول بحدد بقول له العطا بتاعي. مش مثلا الملك مثلا عايز مثلا خلاص وقت معين. ما انا اهو بنتكلم انت من المستندات اللي بتقدمها في المصروف الفني ايه؟ البرنامج الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع. دي حاجه لازم تقدمها، تمام؟ ده غير كده انت بتقدم سيره ذاتيه للفريق العمل اللي انت هتنفذه اللي هتنفذ بيه المشروع ده. افرض انا مثلا لقيت حضرتك في المظروف الفني مقدم لي مهندس خبره 3 سنين، مهندس خبره سنه، مهندس حديث التخرج، يبقى انا هحس ان انا كلجنه فتح المظاريف هحس ان انت غير مؤهل انك تاخد المشروع ده، يبقى بالتالي هرفضك فني وهرفضك مالي، تمام؟ طيب بعد في بعض العطاءات لازم تقدم فيها الحاجات دي، في بعض المناقصات بيطلب الكلام ده. بيشو هو مش حكايه. طب ما هو ماله بالفريق اللي هينفذ ولا ماله بالبرنامج؟ طب ما حضرتك الميزانيه بتاعت شركتك دي هعرف انت في دروبات عندك ولا انت ماشي ستيبل؟ تمام. طب انت لو مقاول عايز تقدم وخلاص وتجرب حظك ما تقدم. لا ما اصل هنا مين اللي مهتم بالمصروف الفني والمالي؟ المالك او الاستشاري اللي هي لجنه فتح المظاريف اللي بتشكل من قبل المالك، صح؟ فانا بشوف بقرا كل انا اولا في لجنه فتح المظاريف الفنيه ببدا امسك المواصفات الفنيه لكل شركه، تمام؟ ابدا ارفض بعض الشركات وبعدين خلاص الشركات اللي اترفضت فني ما بتتعملش ما بتبصش في المالي بتاعها، صح؟ فبعد كده المالي لجنه فتح المظاريف الماليه بقى،
تمام؟ بقدين الاول فني بفتحه وبعدين بفتح مالي بعد. ماشي؟ طيب. حاجة زي مثلا لما انا مثلا عندي مثلا محطة مية او حاجة كريتيكال قوي كبيرة. قدامي مثلا اثنين مولين، شركة كبيرة زي اي شركة مثلا مولين العرب، واحد مول من الباطن جايب معاه شوية معدات مع شوية توادر. تمام. تمام. فالمصروف الفني بالنسبة للجزء بتاع اللي هو الاستراكشر بتاع الشركة، انا الشركة نفسها وكده، اعرف منه اذا كانت الشركة دي ستيبل. هتنتج لي الشركه بتاعي، ايوه هتنتج لي المشروع بتاعي في جوده اللي انا عايزها ولا لا، وبناء عليه انا بطلب برضو سابقه اعمال. حضرتك بتقدم لي سابقه اعمال وانت بتقدم في المظروف الفني ده، ها؟ سابقه اعمال، انا نفذت كذا وكذا وكذا. تمام. طيب المظروف المالي اللي هو ايه؟ ان انا مليت العطاء، وقلت لك انا مليت قائمه الكميات حولتها العطاء وقدمت العطاء بتاعي، ان انا هقدم المظروف ده او هنفذ المشروع ده بايه؟ بالسعر الفلاني مقابل سعر كذا. ماشي؟ طيب طبعا الكلام اللي هي الحاجات لازم تكون مؤرخه، والموقع انا الكلام ده حضرتك تقراه وتذاكره كويس جدا عشان يكون عندك علم بيه. ممنوع في اي مستند يا جماعه، مستند رسمي ممنوع، قشط ممنوع، شطب ممنوع، حاجه الحاجات حاجات ساعات حتى لما بتيجي تشطب وبتمضي جنبها ما بتتقبلش، فاهم يعني؟ في كراسه حصر اي شطب لازم يكون تمضي جنبها، ولو حد هيتلكك او كده لازم تمسح وتعيد تاني. ماشي؟ المستخلصات ممنوع منعا باتا، القشط والشطب وانك تمسح حاجه او تعدل حاجه بالخط. ماشي؟ اتفضل. لا، ما هو سابقة الأعمال أنت هي دي حاجات ممكن تتحكم قانوني فيها، يعني إن أنت ما تقدم له إن أنا عملت شركة مية. ماشي؟ أنت قدمت زي مثلا السي في بتاعتك، ما بتقدم سي في إن أنا اشتغلت في كذا، جيت أشغلك ما لقيتش شغال في حاجة خالص ولا عارف فيها حاجة، لا أبدأ تمام؟ طيب طب بعد ما بفتح بقى، بعد ما انا كمقاول عملت العطاء بتاعي، المصروف الفني مليته، المصروف المالي مليته، قدمت الكلام ده، ماشي؟ المالك بيشكل لجنه لفتح المظاريف. اللجنه دي بتشكل طبعا بالمعادها زي ما كان مكتوب هنا اهو، بيقول لك ان المحافظه ومكان وموعد فتح المظاريف، بيقول لك هتفتح المظاريف في كذا. حضرتك بتروح بتبعت، بتروح بنفسك او تبعت وكيل عن الشركه، تمام؟ بتشكل اللجنه دي، تشكل اللجنه دي، وبعدين ايه؟ ببدا افتح المظاريف. طبعا في ساعات لجنه بتبقى واحده تفتح فني ومالي مع بعض، وفي فني لجنه ومالي لجنه. ماشي؟ طيب بعد كده المقاول بيرسى عليه المناقصه، صح؟ انا فتحت المظاريف مقبول فني، اخترت اقل سعر، فبايه؟ برسي المناقصه على مقاول واحد، مقاول يكسب المناقصه دي، يبقى هو اللي هينفذ الاعمال بتاعتي. طيب بعد كده ابدا انفذ عقد او ابرم عقد، امضي انا وهو على شروط التعاقد، وابدا عقد ان الراجل ده هينفذ لي الشغل ده مقابل العطاء ده، تمام؟ طيب بعد كده المقاول بيبدا يستلم الموقع بتاعه ويبدا في تنفيذ الاعمال. ماشي؟ طيب المقاول بعد ما استلم الموقع بدا ينفذ الاعمال بصفه دوريه بقى، وليكن شهريه، شهر ونص، شهرين، زي ما نص شهر، زي هي بتحدد لي كل التفاصيل بتاعه الشغل، كل التفاصيل. ماشي؟ المالك، مالك بمساعده الاستشاري. طيب بيروح عامل بعد ما بينفذ جزئيه من الشغل، وليكن اسبوعين، شهر، حسب الاتفاق، بيروح عامل حاصر الكميات ومعتمدها، وايه؟ شغال في المستخلصات. ركزوا معايا يا جماعه في الكلام اهو، عايز تكتب بس ركز، يعني اكتب وانت باص عشان بس ما فيش حاجه تفوتك. طيب ابدا اعمل مستخلصات اعتمدها من الاستشاري، الاستشاري يروح باعت الكلام ده للمالك، المالك يصرفها بناء على امضه او اعتماد الاستشاري، تمام؟ طيب بعد ما بنهي انا كمقاول تسليم المشروع بالكامل او تنفيذ المشروع بالكامل، بقدم ريكوست طلب اللي عايز اسلم المشروع بتاعي تسليم ابتدائي، تمام؟ طيب تسليم ابتدائي، انا بسلم المشروع في لجنه، المالك والاستشاري بيشكلوا لجنه انها تيجي تستلم المشروع. طبعا ما بيستلمش المشروع من اول مره، بيجي يعمل لك، تطلع لك قائمه طويله كده بالملاحظات، وحضرتك يديك مهله زمنيه وليكن شهر ولا 15 يوم على حسب البنود اللي في الملاحظات، يعني مش عارف دي ايه ودي ايه، دي تعدلها كذا، ده هنا في شرخ، حبه ملاحظات كده،
ماشي؟ طيب يديك فتره زمنيه، وبعد كده حضرتك تيجي اللجنه دي تيجي تاني يراجع بقى على الملاحظات دي ويستلم او يمضي ان هو استلم المشروع تسليم ابتدائي. ماشي؟ طيب بعد ما بيسلم المشروع ابتدائي بيروح المالك المقاول عامل مستخلص اسمه مستخلص ختامي. هو المستخلصات من اول ما ببدا لتنفيذ المشروع لحد قبل نهايه المشروع لحد اخر مستخلص اسمها مستخلصات جاري او مستخلص جاري. ماشي؟ اخر مستخلص ده اسمه ايه؟ ختامي. ببدا استرد فيه كل الخصومات اللي قابله للرد او 5% اللي هو بيتخصم تامين على كل مستخلص. ماشي؟ زي ما هنقول في السيشن بتاعت المستخلصات في حاجات قابله للرد وفي حاجات خصومات ما بتستردش، وهنقول التامينات والحاجات دي كلها هنقولها في السيشن بتاعت المستخلصات ان شاء الله. طيب بعد كده ببدا المالك بيستلم المنشا ويشتغل. طيب في فتره زمنيه بين التسليم الابتدائي ومده استلام او مده استخدام الموقع زي الضمان كده، ماشي؟ يبقى مثلا قدرها سنه، او في المشاريع الكبيره بتزيد عن 10 سنين، المشاريع اللي هي الضخمه جدا يعني بتكون فتره التسليم النهائي فتره كبيره شويه. طيب هو الطبيعي بتاع كل المشاريع انها بتبقى سنه، تمام؟ طبعا حسب ما ذكر في العقد، تمام؟ طيب الفتره دي بتبقى ايه بقى؟ لحد التسليم النهائي. بيكون المقاول مسؤول عن عمل اي شغل ناتج عن عيوب الصناعه. يعني ايه؟ يعني عيوب الصناعه، عيوب الصناعه مش الاستخدام. يعني ايه؟ يعني لو ده مثلا اتحرقت سلمه ابتدائي، سلمه ابتدائي، يعني انا سلمت لك الشغل انت شوف الدنيا شغاله معاك ولا ايه، تمام؟ فانا خلال فتره زمنيه اللي هي السنه مثلا، السنه دي انا مسؤول عن اي حاجه ناتجه عن عيوب الصناعه. مروحه مش شغاله، ما هو مشكله ايه؟ استخدام ولا صيانه ولا صناعه؟ يعني مثلا ولا حضرتك قاعد، ايوه تمام. ما هو انا ما هو انا بعمل المنشا عشان يكون دائم مدى العمر او الفتره الزمنيه المطلوبه، صح؟ انا وانا قاعد كده لقيت حضرتك شرخ كده جاي في الحيطه، دي مسؤوليه مين؟ المقاول، صح؟ لقيت مثلا حاجه مش شغاله، لكن مش مثلا الحاجه ولعت يعني ما حد يمشي. لا مش ده، مش ده. ايوه ناتجه عن عيوب الصناعه. ماشي؟ الكلام ده فعلا موجود. يعني كمان لو حصل عيوب يبقى ليها نسبه معينه هي تقدر تحدد هي مستخدمها. اكيد. افرض انت مثلا عامل لك مثلا دكت او ماسوره ميه، السعه لها مقاس كذا، او السعه مثلا يعني الكوانت بتاعها قد كميه، انت عملت اوفر فلو او اوفر لود عليها، انت مش ليك دعوه. تمام؟ ساعات الاستشاري هو اللي بيشيل الموضوع مش كامل. طبعا حسب التصميم، افرض العيب جاي من ديزاين. ماشي؟ او العيب اللي جاي من الاستلام، اول ما مثلا سلم حاجه زي كده الاستشاري استلمها غلط، بس مضى ان هو استلم، فالمقاول يخفي مسؤوليته والاستشاري استلم. تمام، الله ينور عليك، صح، بالفعل ده الكلام ده بيحصل فعلا. طيب بعد كده معلش، بس الاول ايه؟ تمام، الاول سليم كده فرصه في الاستشاري ولا مين؟ ما حدش بقى. انت بص، هو انا بعد ما بسلم ابتدائي انا بستنى سنه اي عيوب صناعه انا مسؤول عنها، تمام؟ عدينا السنه، انت كمقاول سلمت نهائي، بيكون تخلي اي مسؤوليه ليك عن المنشا. بعد التسليم النهائي انت كمقاول مالكش دعوه خالص بالمنشا، تمام؟ اي مشكله بقى يبقى بتتشكل لجنه بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا هي لو مشكله تنفيذ يعني انت عملت حاجه غلط او كده، لا بيجيبك حتى لو الورثه. اول حاجه بيعملوها هي السؤال، وبعدين تمام. طيب انا عايز بقى حضرتك تفهم نقطه وتربط الاحداث اللي فاتت دي. انا يهمني يا جماعه زي ما قلت لك الدايره دي تكون مقفوله عندك من اول ما المشروع يكون فكره في دماغ الراجل المالك لحد ما المقاول يسلمه تسليم نهائي، تمام؟ طيب بعد كده في عندنا حاجات اسمها تامينات وخطابات ضمان، لازم برضو تكون عندك فكره عنها. دورتها بتتحسب ازاي او بتمشي ازاي؟ شايفين في المناقصه دي في حاجه اسمها ايه؟ تامين مؤقت. اي واحد جاي يشتري ال كراسه الشروط والمواصفات دي بيروح دافع حاجه اسمها تامين مؤقت، ان هو مش جاي يهزر يعني ولا جاي لا. ليه؟ لان مثلا افرض حضرتك بعد ما اشتريت النسخه وقدمت لي العطا، قدمت لي سعر قليل، تمام؟ انا خلاص اخترت السعر بتاعك ده، حضرتك قلت لي لا انا مش شغال، تمام؟ انا هضطر هاخد السعر اللي بعدك اللي هو اعلى، يبقى انا
خسرت شويه وحضرتك مش جاد في العطاء بتاعك، يبقى انا بخصم منك تامين مؤقت. يبقى اي مقاول بيروح داخل مستلم العطاء او بيستلم المستندات بتاعه المشروع او يشتري النسخه دي بيعمل ايه؟ بيعمل تسليم مؤقت. طيب التسليم المؤقت ده حضرتك بيكون يعني نسبه ثابته زي ما هو موجود كده، يا اما ايه 1% من اي عطاء انت بتقدمه. ماشي. طيب بعد كده اللجنه دي بتكون ده مش تامين ابتدائي، ده تامين مؤقت، ده غير كل حاجه. خلينا ماشي واحده واحده عشان ما فيش حاجه تتلخبط منك. ده مع تقديم العطاء اهو مكتوب عند حضرتك اهو، يقوم جميع المقاولين بدفع تامين مؤقت ويكون مبلغه يحدده المالك او نسبه 1% من العطاء. طيب بعد ما بقى انا دفعت تامين مؤقت، هو طبعا بيكون مش فلوس كاش يعني، بيكون مستندات بنكيه. ماشي. طيب شيك بتاع مش عارف ايه، خطاب ضمان، الكلام ده. تقوم اللجنه المشكله من قبل المالك بفض المظاريف وارساء المناقصه على واحد. انا خلاص عملنا فض المظاريف وايه، في مقاول كسب العطاء صح، انا مش هاخد بقى فلوس ديليه كمان، انا برجع لكل مقاول التامين المؤقت بتاعه. تمام. طيب الراجل اللي رسي عليه البند بقى او رسي عليه العطاء، برجع له التامين المؤقت وبطالبه بتامين ابتدائي. ماشي. بطالبه بتامين ابتدائي. التامين الابتدائي ده اهو قيمته كام؟ 5% من قيمه العطاء اللي هو قدمه. انا خلاص مش انت رسينا العطاء عليك، يبقى حضرتك تدفع لي 5% من قيمه العطاء ده. ماشي. طبعا احنا قلنا الحاجات دي بتكون دايما في خطابات بنكيه يعني. ماشي. طيب المقاول بينفذ المشروع، بعد ما بينهي المشروع بيتقدم بطلب تسليم المشروع وعمليه التسليم الابتدائي. بعد عمليه التسليم الابتدائي وخلاص اللجنه استلمت وخلصت، انا بقدم طلب ان انا ايه، استرد خطاب التامين الابتدائي بتاعي. يبقى انا بسترد خطاب التامين الابتدائي امتى؟ مع التسليم الابتدائي للمشروع. طيب بعد كده بعمل ايه؟ في بقى هنا حاجتين او طريقتين حسب نوعيه التعاقد. في واحد يقول لك انا هخصم 5% من كل مستخلص وهدي لك القيمه دي في اخر التسليم النهائي. تمام. في نوع تاني ما يخصمش حاجه، وانت بتستلم حضرتك التامين الابتدائي منه بياخد منك خطاب ضمان نهائي. ماشي. انه يضمن ان اي اعمال اي سوق صناعه حصلت في فتره اللي هي الفتره بين الابتدائي والنهائي، الفتره دي اي عيوب صناعه حضرتك مطالب اللي انت هتنفذها او هتعدلها. ماشي يا جماعه، فهمنا جزئيه؟ اتفضل على صوتك بس. ماشي. مؤقت ابتدائي نهائي. تمام. ده امتى؟ ده قبل ما ابدا وانا بمضي العقد. ماشي. انا خلصت التامين النهائي بقى، التامين الابتدائي استردته فين؟ بعد ما سلمت المشروع ابتدائي صح، مش احنا عندنا تسليم ابتدائي وتسليم نهائي. طيب ايه اللي هيضمن لي انا كمالك ان حضرتك اي عيوب صناعه هتنفذها او هتعملها على حسابك في خلال السنه او خلال فتره من الاستلام اللي هي الفتره بين التسليم الابتدائي والنهائي؟ في حاجه من الاثنين، في مالك او في حسب نوع العقد وحسب الاشتراطات والمواصفات والشروط والمواصفات، الكلام ده كله بيكون محدد قبل بدء في المشروع. في واحد من كل مستخلص، انا بعمل عشان بعمل لك مستخلصات شهريه، كل مستخلص اخصم لك منه 5%. 5% دي تستردها امتى؟ في اخر التسليم النهائي. انت سلمت النهائي، انا بعتبر ال 5% دي كتسليم نهائي، كضمان تسليم نهائي. طب انا ما بخصمش من حضرتك، يبقى ايه؟ وخلي بالك الخصم ده نظير التامين النهائي عشان في خصومات ثانيه هنشوفها في المستخلصات. تمام؟ طيب انا ما بخصمش من حضرتك، ثانيه واحده، يبقى ايه؟ يبقى بعد ما بسلمك ابتدائي بديك بتسترد انت التامين الابتدائي بتاعك، وباخد منك تامين تاني او خطاب بنكي تاني. طبعا الخطاب البنكي ده بيكون قابل للصرف، متسيل يعني عند حضرتك رصيد وده قابل للصرف. بيكون لقيمه من العقد ان انت بتستردها امتى بقى الخطاب اللي انا باخده ده؟ بعد التسليم النهائي. يبقى ده بيضمن لي ان اي حاجه اي سوق صناعه هيحصل في الفتره دي حضرتك هتعدلها. النهائي بيكون مثلا 5%، بيكون 10%، برضه بيكون حسب. هي بتبقى بالعقد حسب العقد ما ينص. هو النهائي ولا تسليم كاملة؟ اه. بعد تسليم النهائي طبعا. 5 و5 اللي هم بيتفقوا في الأول؟ لا. يا جماعة نركز سوا.
في تأمين مؤقت. ده امتى؟ انا بشتري العطا بدفع تأمين، العطا رسي عليا ما رسيش عليا، انا باخد التأمين ده التأمين المؤقت. طب انا العطا رسي عليا باخد، وانا باخد التأمين المؤقت ادفع تأمين ابتدائي. تمام. التأمين الابتدائي ماشي معايا لحد ما اسلم المشروع تسليم ابتدائي. تمام. النقطة بقى اللي هنا، انا بسلم الابتدائي صح، باخد الابتدائي بستلم الابتدائي، بسلم برضو ضمان تسليم نهائي. النهائي بصرفه امتى؟ بعد ما بسلم المشروع نهائي. يبقى انا استرد. ما هو انت لازم تكون في كل مرحلة انت مضمون فيها. ليه؟ افرض حضرتك مثلا انا سلمتك التأمين المؤقت، ماشي، حضرتك اشتغلت في المشروع وجيت في نص المشروع خدت في مستخلصاتك ومشيت، ايه اللي يضمن اللي انت موجود؟ يبقى لازم خطابات ضمان في كل فتره. نفس الكلام لما سلمتك الابتدائي في الاخر، ايه اللي يضمن ان اي عيوب في الصناعه هتعملها؟ انت ممكن استلمت نهائي خلاص انا ماليش دعوه يا عم، كنت صح نهائي 15% 10% وانا لسه او 5% يعني في حسب. لا زي ما بقول لك السيكونس اهو، وبتكون حسب ما خلي بالك انا مش عايزكم تتلخبطوا، عشان في خصومات بتتعمل من كل مستخلص غير التأمينات دي. ماشي تمام. طيب النقطة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها بقى الأطراف. طب لسه الوقت معانا كويس. الأطراف المشاركة في كل مشروع يا جماعة. احنا عندنا ايه بقى؟ هناخدها مفيش مشكلة، اللي انتوا عايزينه على عندنا ايه؟ عندنا ثلاث اطراف رئيسيه شغاله في اي مشروع: مالك، استشاري، مقاول. احنا قلنا في اطراف فرعيه قلنا اتكلمنا فيها، تمام؟ طيب او غير رئيسيه. طيب انا عندي بقى، تعالى بقى ندردش، احنا قلنا معظم الكلام ده، بس انا بقى كمهندس مكتب فني لازم اعرف دوري وانا شغال مع المالك. المالك ده دوره ايه في المشروع التشييد؟ الاستشاري دوره ايه؟ المقاول دوره ايه؟ ماشي؟ طيب المالك الراجل ده هو صاحب المشروع، هو ده صاحب راس المال. تمام. اول او الدور الرئيسي بتاعه هو ايه؟ التمويل، انه يصرف على المشروع علشان ينتج منشا الاستخدام، مشروع تشييد يعني. ماشي. طب المالك ده ممكن يكون هيئه حكوميه، ممكن يكون شخص، مجموعه استثماريه، مكتب استثماري، راجل عادي مش مهندس كده ولا اي حاجه، هو راجل معاه فلوس، اهم حاجه الماده. ماشي. طيب الحاجه الاساسيه ان هو يعمل ايه؟ توفير الاحتياجات التمويليه اللازمه لتنفيذ المشروع، يعني ان حضرتك هتصرف على المشروع لحد ما ايه تعمله منشا. طيب في حاجات بقى اساسيه، احنا قلنا ايه؟ دراسه جدول المشروع زي ما شرحناه. تمام. اللي عنده سؤال يسال، اللي فيه مشكله، واحد حد مش فاهم نقطه معينه، كلمه معينه، في حاجه فيها لبس، يعني اسال علشان زي ما اتفقنا في اول الدرس. تاني نقطة دراسة وتوفير متطلبات التشغيل، لو في امضاءات، في تراخيص عايزة تخلص، في مش عارف ايه، في اتفاقات، في عقود عايزة تتمضي، الحاجات دي لازم هو يعملها. طيب وصل، لو متطلبات التشغيل بقى اللي هي زي مثلا الحاجات المية والكهرباء، لا مش توفير المعدات، دي حاجة تانية. دي متطلبات تشغيل ايه؟ يعني ان اي حاجة تعوق المقاول والاستشاري وتكون في سلطته، يعني مثلا استخراج ترخيص. الترخيص ده يعني مين اللي لازم يمضي على الترخيص؟ هو المالك. المتطلبات بتاعه الشقه دور كام، تشطيباتها ايه، دنيتها ايه، الكلام ده كله دور المالك. طيب بعد كده تحديد المواصفات والجوده المطلوبه للمشروع، مش انا اوضه زي اللي انا فيها دي ممكن اشطب الارضيه دي سيراميك، ممكن اشطبها موزايك وبلاط عادي خالص، ممكن اشطبها بورسلين، كل حاجه وسعرها. مين اللي بيحدد لي الجوده؟ المالك. تمام يا رجاله. بعد كده توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، اتفقنا طبعا ان ايه اهم حاجه التمويل. طيب بعد كده دراسه واختيار نوع العقد المناسب بين المالك والمقاول او المالك والاستشاري. انا هحاسب الاستشاري اللي هيصمم لي اللوحه دي ازاي؟ هحاسبه كده لمب سم على طول هيصممها واديله فلوسه، ولا هحاسبه نسب من المستخلص، ولا دنيته هتمشي ازاي؟ الكلام ده مين اللي بيحدده؟ المالك. طب المقاول اللي هينفذ احاسبه يونت ريت ولا لمب سم ولا سكادول ريت ولا الكلام ده كله؟ انواع العقود ودنيتها مين اللي بيحددها؟ المالك. وبناء عليه الاستشاري والمقاول بيتفق او يرفض. ماشي؟ طيب وهنبقى ندردش في انواع العقود دي ما فيش مشكله. طيب بعد كده مين اللي بيحدد المقاول وبيحدد الاستشاري؟ المالك، هو اللي بيروح يختار المكتب اللي هينفذ اللي هيصمم له والمقاول اللي هينفذ له. ماشي؟ طيب
بعد كده المالك يا جماعه مطالب ان هو بيوفر اثناء التنفيذ طبعا بيوفر مندوب عنه ان هو يكون موجود متواجد في المشروع. ليه؟ لو مهندس المالك تمام اللي هو ليه بقى؟ عشان مثلا اي حاجه مطالب مطلوب فيها راي المقاول، راي المالك هو الراجل ده بينوب عنه. اي حاجه عايزه اعتماد، عايزه امضى، وفي نفس الوقت يعمل كنترول على الجوده، يشوف الدنيا ماشيه ازاي، مش الشغل ماشي كده وخلاص. تمام؟ يبقى دي اهم الاشتراطات اللازمه. طبعا هو دوره مراقبه. ماشي؟ وطبعا حضور اجتماعات والكلام ده. طيب البند الثاني او الراجل الثاني اللي شغال معانا مين؟ الاستشاري. وده الجهه الاشرافيه على المشروع. وده اساسه لازم يكون مهندس طبعا. تمام؟ طيب الجهه الاشرافيه او الاستشاري دوره الرئيسي ايه؟ تصميم اللوحات. هو بيصمم زائد انه بيتابع بقى التنفيذ، بيستلم التنفيذ وبيستلم بنود الاعمال اللي اتنفذت. بيتحاسب ازاي؟ بيتحاسب حسب طريقه العقد برضه، زي ممكن يحاسبوا نسبه من المستخلص، يعني في استشاريين او مصممين او مكاتب تصميم يعني ديزاين، كل مستخلص انا هاخد منه 1%. يبقى كل ما المالك يصرف مليون جنيه انا هاخد 1% من المليون. تمام؟ كل صرف 10 جنيه هاخد 1%، صرف 100 جنيه هاخد 1%، تمام؟ في نوع تاني بيقول لك انا هصمم لك المنشأ ده هاخد 100,000 جنيه. بس يبقى انا علاقتي بيه ايه؟ ده. تمام؟ دوره تصميم اللوحات، وبعدين هو بيحصر الكميات واعداد المقايسة التسمينية. اللي احنا قلنا ايه المقايسة التسمينية؟ انا كمالك كاستشاري لما باجي اصمم اللوحات بروح حاصر الكميات اللي في اللوحات دي، وبيكون حاصر تقريبي شويه. ماشي؟ حاصر اللوحات دي ليه فائدتها؟ انا بروح حاطط مالي الكميات، مش انا بقى اقدم كراسه المقاول اللي بيجي بيشتري كراسه الكميات، صح؟ طيب بروح مالي الفئه بسعر تقديري، انا بحدده بالسؤال كده او بعمل تحليل سعر او مشروع مشابه او كده كاستشاري. بعمل الكلام ده واعمل مقايسه تسمينيه، هقول للمالك ان المشروع ده هيتكلف معاك في حدود كذا. تمام؟ طيب ودي اسمها المقايسه التسمينيه. طيب دي ما بتتعرضش على المقاول. ماشي؟ هو المالك بس، هي كل فكرتها ان المالك عايز يعرف ان الدنيا دي هتكلفه كام. طيب بعد كده توصيف البنود اللي في المقايسه. البند بالمتر المكعب حفر في ارض كذا كذا كذا، وباقي التوصيف ده كله مين اللي بيعمله؟ الاستشاري. لازم مهندس طبعا اللي يعمله، ويكون طبعا زي ما قلنا بدقه وحسب اصول الصناعه ومتطلبات المالك. يعني التشطيب لازم تقول لي في نوع التشطيب، هتشطب لك بلاط، هتشطب لك سيراميك، الدهانات بلاستيك، مش عارف الخارج جرافيات وبلاستيك، مش عارف الكلام ده كله، جي ار سي، الحاجات دي كلها لازم تبان في توصيف البند. طيب بيعمل ايه تاني؟ برنامج زمني المشروع لتنفيذ المشروع، وده فائدته ايه؟ ان انا برضو بقول للمالك ان المشروع ده هياخد منك وقت قد كذا. طيب عمل تقدير للتكلفه وعمل برنامج تمويلي طبقا للسيوله المتوفره لدى المالك. افرض انا رحت قلت للملك انا محتاج اول شهر 2 مليون، ثاني شهر مليون، ثالث شهر 5 مليون، الملك قال لي لا الاسعار دي او الفلوس دي عاليه شويه، انا عايز افرد لي البنود شويه، فبدل ما اخليه مثلا المشروع في 10 شهور، اخليه مثلا في سنه ونص، بحيث ان انا ايه يكون البرنامج التمويلي المطلوب من المالك اقل شويه. بعد كده اما المقاول بيعمل المستخلصات، مين اللي بيعتمدها؟ الاستشاري، بيراجع الكميات ويعتمد الكلام ده. ماشي؟ طيب المقاول بقى يا جماعه بيعمل ايه؟ اول حاجه هو طبعا الحاجه الاساسيه بتاعته ان هو بينفذ المشروع. طيب بيعمل دراسه المقايسه واعداد العطاء زي ما قلنا في الاول، صح؟ طيب بعد كده اول ما بيستلم اللوحات وخلاص هينفذ المشروع يبدا يعمل مطابقه بين اللوحات الانشائي والمعماري والصحي والكهرباء والكلام ده كله. ماشي؟ بيشوف يطبق يعني يراجع اللوحات، يشوف فيها مشكله، فيها حاجه، دنيتها ايه، الكوردينيشن، الناس اللي شغاله على الريفت والكلام ده، الكوردينيشن يراجعه ويشوف المسارات بتاعه التكييف، المسار لو فيه هو مثلا مول ولا حاجه، في مسارات حريق وفاير فايتنج وتكييف وكيبل تري، يشوف مناسبها ايه. فاهمين؟ فاهمين ولا اوضح؟ ايه؟ انت كمقاول بتعمله طبعا، انت مجرد مراجعه. هي معموله بس بتراجع يا جماعه. انا لو عندي هنا ادي السقف بتاعي اهو، وادي صف الدور وليكن 25، المولات طبعا والحاجات بتكون ارتفاعها كبير. ماشي؟ طيب انا عندي هنا ماسوره فاير فايتر، وماسوره هنا
كابل طبعا ماشيه كده، بس انا راسم قطعات عشان الصوره توضح يعني. وهنا كيبل تري هيمشي فيها سلوك النت وسلوك الكهرباء والدنيا دي كلها. غير كده في ايه؟ في مسارات زي مثلا مسار تكييف مثلا، الكلام ده دكتات التكييف، الكلام ده كل حاجه ليها منسوب صح. انا محتاج الصف الدور بعد كده عشان اما اعمل مثلا لو اغطيها بجبسون بورد، الكلام ده كله لازم اراجع مناسيبه ايه عشان ما يحصلش تلاعب. افرض انا وانا شغال على المنسوب اللي في اللوحه قابلت كاميرا هنا، ايه وضعي؟ الاقي الدنيا دي نزلت معايا خالص، يبقى بدل ما صف الدور هيشتغل مثلا على 34 الاقي الدور مثلا صف على 23، بدل كده الدنيا باظت ماشي. واي لوحه هتفتحها حضرتك هتلاقي في النوتس اللي في الجنب دي مراجعه اللوحات مسؤوليه كامله من مين؟ من المقاول تمام، او المقاول مسؤول مسؤوليه تامه عن مراجعه اللوحات قبل البدء في التنفيذ. طيب بعد كده تنفيذ بنود المشروع طبقا للمواصفات اللي بنص عليها العقد تمام. طيب بعد كده يا جماعه، بعد ما بينفذ المشروع مهندس المقاول بيروح عامل ريكويست ومسلم الكلام ده لمين؟ ها؟ للاستشاري اللي موجود معاه في الموقع. طيب احنا قلنا بعد ما بينفذ بيسلم ابتدائي بيضمن الاعمال حتى وقت التسليم النهائي ماشي. طيب وبعدين المقاول، هو مش فيه يا جماعه مقاول اخدته في الكليه، كلنا خدنا الكونستراكشن ميثودز، حد هنا مشروع اداره مشروعات قسم، هو لكم قسم لوحده. في حاجه اسمها الكونستراكشن ميثودز يا جماعه، اللي هي ايه؟ انا مثلا هصب عندي صبه، هجيب بمب ولا هجيب خلاطه نحله ولا هصب يدوي، الكلام ده هو الكونستراكشن ميثود، طريقه التنفيذ. طبعا انا بدرس طريقه التنفيذ بما لا يخالف ايه؟ بما لا يخالف شرع الله. بدرس يا جماعه طريقه التنفيذ بما لا يخالف شروط المقايسه وشروط توصيف البند. بمعنى لو انا مكتوب في توصيف البند خرسانه، في بند توصيف الخرسانه مثلا، الخرسانه الجاهزه المورده من محطه كذا او محطات كذا، يبقى انا ملزم خلاص ان انا مش هدرس بقى ان انا ممكن اصب بامب قصدي نحله ولا اصب كذا تمام، يبقى انا ملزم بالحاجه دي. طيب انا كمقاول لو البند مفتوح عندي بشوف ايه؟ الارخص واللي ما يخالفش الجوده بتاعتي، يعني هو ارخص وفي نفس الوقت يديني الجوده المطلوبه تمام، لان انا كمقاول رقم واحد عندي ان انا عايز اكسب من المشروع تمام. بعد كده بشوف دراسه الاختيار المواد الخام واختيار الموردين اللي هي ايه، بشوف مثلا بنزل الموقع اشوف اقرب مورد رمله واسمنت وزلط وحديد، طب ده بيورد الطن ب9 ده بيورد 9 و100 29، ابدا اعمل صفقات مع الناس دي، بدل ما انت حضرتك هتورد لي متر الرمله ب70 جنيه انا مثلا هاخد طول المشروع عندي هاخد منك وليكن مثلا 500 600 متر ولا يعني ارقام ضخمه يعني ماشي، هاخد منك مثلا بالالاف متر تمام. الكلام ده بدرسه ازاي او بعمله ازاي؟ ببدا اتفاوض، اروح للمورد ده اقول له هيقول لك انا هعمل لك خصم مثلا 3% على كل بند، اروح للمورد الثاني انا هعمل لك خصم كذا، وانا اقل سعر واخد بالتنفيذ او التوريد ماشي. طيب انا كمقاول رئيسي ممكن اشارك او اجيب كذا مقاول باطن يشتغل معايا، انا مثلا واخد منشا زي اللي احنا فيه ده، ممكن اجيب واحد ياخد اعمال البلاط كلها اللي موجوده في الشغل اللي موجوده في الايه في المنشا، ممكن واحد ياخد الخرسانات كلها، ممكن وهكذا تمام. يبقى بدل ما اعمل حاجه تنفيذ ذاتي ممكن اخدها بايه؟ بمقاول باطن. انا مستفيد ايه كده؟ نسبه ربح غير كده كتير جدا لما اجيب ايه؟ حصل عملها كتير جدا لما اجيب ليه بقى؟ أكسب أنا زي كده أكسب كتير. طب لو في مثلا عمل تخصصي زي مثلا لو هنشتغل سبيس تراس أو كيرتن وول أو حاجة صعبة في التنفيذ أو مقاولين متخصصين بس هم اللي بينفذوها، والأفضل إن أنا أجيب مقاول باطن. لو أنا معيش سيولة قوي زي مثلا خرسانات، أنا مش عندي خشب، مش عندي السيولة إن أنا أجيب بيها الخشب والأسمنت والرملة والدنيا دي كلها، ممكن اعمل ايه؟ ما هو الربح قليل بس الريسك قليل صح؟ الشدات المعدنيه وحسب البند تمام يا رجاله؟ اتفضل. البند اللي بيحدد نسبه معينه من حجم المرتب الباطن في العقد، في عقود وفي عقود، في عقود
بتحدد لك ان المقاول الباطن ياخد نسبه كذا من العقد. في عقود تانية بيقول لك ان مفتوح النقد. بس الاستشاري، بس ساعه الاستشاري لو اكتشف ان نسبه كبيره من حجم المقاول رايحه من الباطن بيرفضوا طبقا للقانون نفسه. يعني في الحاجات دي اصلا الحاجات دي بتبقى متعرف عليها. يعني انا كمقاول باطن كمقاول رئيسي من حقي ان طبعا اكيد ان هو عاوز يتذكر في اعمال معينه او في شغل بيكون عنده حق على فكره. حسب نوع العقد. في عقود واقفه على الكوست وفي عقود واقفه على البرايس. طب معلش خلينا نكمل المحتوى وبعدين نقعد اللي عايز نقعد ندردش في انواع العقود والكلام ده ماشي، علشان بس الوقت الناس ما تاخرش بس ماشي. بس هو عموما في عقود واقفه اسمها كوست ريمبيرسمنت، تمام، اللي هي ايه؟ واقفه على التكلفه. انا كمقاول بقول لك انا كلفت البند كذا وانت حضرتك بتديني التكلفه دي زائد الربح بتاعي او نسبه المكسب بتاعي، ماشي. العقود الثانيه اسمها ايه؟ اليون اللي واقفه على البرايس، اللي هي ايه؟ البرايس جيفن ان ادفانس، اللي هي ايه بقى؟ انا بدي لحضرتك السعر اللي هو ايه؟ انا كلفت مثلا كلفت ده وضفت الربح عندي، فانا بقول لك انا هنفذ لك القلم ده مثلا اصنعه لك ب 10 جنيه، ليا دعوه بقى انا كمالك هديك ال 10 جنيه على القلم، ليا دعوه اللبسه زادت، الكفر زاد، الكلام ده كله انا ماليش دعوه. فيبقى الريسك هنا كله واقع على مين؟ على المقاول. ماشي؟ هي اصل زياده في الاسعار هيبقى ريسكها على المقاول. طيب لو انا شغال كوست ريمبيرسمنت يبقى انا حضرتك انا كلفت الشغل ده او كلفت القلم ده 8 جنيه. انا كمالك بروح مديك ال 8 جنيه ومديك فوقها بلس الفي بتاعتك او الفيز بتاعتك اللي هي ايه بقى؟ ممكن تكون برسنتج فيه، يعني ممكن اديك مثلا 10% من ثمن القلم كربح، يبقى انا بديك الكوست وبديك الربح. ماشي؟ بتاع العقد طبعا. انا عندي يا جماعه ثلاث مستندات لازم يكون معاك في اي مرحله، مقايستك، شروط التعاقد او دراسه الشروط والمواصفات، تمام، وايه لوحات المشروع، هي اللي بتحدد معايا كل حاجه في الشغل كله او مشروع التشييد بالكامل. طيب بعد كده ان المقاول الرئيسي قلنا ايه؟ احنا وقفنا عند النقطه دي ان هو اللي ممكن يجيب المقاول الباطن يشتغل، وشغل كل شغل المقاول الباطن او فلوسه او حاجته او استفساراته كلها بياخدها منين؟ له علاقه رئيسيه بالمقاول الرئيسي، ملوش اي علاقه بالاستشاري ولا المالك. ماشي؟ طيب هنخش بعد كده على اداره مشروعات التشييد. انا يا جماعه عشان ابقى مدير مشروع او اداره مشروعات التشييد إدارة المشروعات عموما اتكلمنا طب والله فلو التكييف يا جماعة افتح الباب شوية بس كان بيقول له احنا بنموت يا فخر ده احنا بنتلج يا فخر ده ان شاء الله نروح البديهة كده بص هات الباب ماشي لما تحس ان الجو كده طب يلا يا رجاله انا عندي يا جماعه اداره المشروعات، انا كمدير مشروع او اداره المشروعات يا جماعه هي عمليه زي اي عمليه في الدنيا، ليها انبوت وليها ايه اوت. هو اي عمليه او اي بروسيس في الدنيا هي مجموعه مكونات بعمل عليها عمليه معينه عشان ينتج لي اوتبوت معين، تمام؟ فاداره المشروعات هي نفس الكونسيبت بالظبط. انا عندي ماتيريالز، عندي اسف انبوت اللي هي ايه؟ ريسورسز، اي مورد بستخدمه، مورد دي معناها حاجه بصرف عليها فلوس. اي مورد بستخدمه في المشروع بتاعي او في تنفيذ المشروع بتاعي او بياخد مني فلوس ده ايه؟ انبوت للمشروع، تمام؟ اللي هي ايه بقى بتنقسم لايه؟ انا عندي ريسورسز، عندي ماتيريال وليبر لازم اكتبها. ادي ماتيريالز اللي هي المواد الخام، الاسمنت والرمله والزلط والدنيا دي كلها. وايه تاني؟ الليبر اللي هم ايه؟ العماله، الناس اللي بتاخد مني فلوس وبتشتغل، تمام؟ تالت حاجه الاكويبمنت، المعدات
اللي انا بستخدمها الحفارات واللوادر والدوشه دي كلها. وبعد كده سب كونتراكتور، انا ممكن استغنى عن الماتيريال والليبر، يعني مثلا بند زي البلاط انا ممكن اجيب الرمله والاسمنت والبلاط والكلام ده كله، يبقى ده ايه؟ ده ماتيريال. ممكن اجيب الليبرز الصناعيه بالمساعدين بتاعته ماشي، واحاسب كل واحد على حده. او ممكن استغنى عن الكلام ده كله اجيب سب كونتراكتور مقاول باطن يجي هو يجيب كل الكلام ده واحاسبه بالمتر على كذا، تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ريسورسز، اللي هي الانبوت. طيب انا بعمل على الشغل ده ايه؟ عمليه مانجمنت. ببدا ادرس الريسورسز اللي هي من اول بقى الاستادينج والبلاننج والاستيميشن والكنترولنج والكلام ده كله. ببدا ادرس الموارد اللي هستخدمها في تنفيذ البند، وبعدين بعمل لها تخطيط بند. كل بند انا درسته بشوف التخطيط بتاعه اللي هو ايه؟ هبدا مثلا حفر، وبعدين هبدا خرسانه، وبعدين هبدا كذا، وبعدين كذا كذا كذا. ببدا احط البلان للمشروع بتاعي ماشي. بعد كده بعمل استيميشن، بشوف البند الحفر ده هيكلفني كام يوم، وده هيكلفني كام يوم، وده هيكلفني كام يوم. ده اسمه ايه بقى؟ تايم استيميشن، تمام؟ يعني تقدير للوقت. طب بعد كده بعمل كوست استيميشن، تقدير للتكلفه، تمام؟ الكوست استيميشن ده هو تقدير التكلفه. ببدا اعمل كوست استيميشن لكل بند واشوف كل بند هيكلفني قد ايه، تمام يا رجاله؟ طيب بعد كده انا عملت البلان بتاعتي والمشروع بدا، وبدات سلمت البلان دي للمهندس التنفيذ وهو مشي عليها بعد كل فتره زمنيه اللي هي حسب اسبوع اسبوعين شهر، حسب تزاحم الانشطه اللي عندي ماشي، حسب تزاحم الانشطه. ملهاش وقت معين، انت كبلانر لازم تاخد بالك من النقطه دي، مش ان انا انزل كل اسبوع. يعني مثلا في بدايه المشروع بيكون حفر، وبعده خرسانه عاديه، وبعده خرسانه مسلحه، فانا مش لازم انزل كل اسبوع اتابع المشروع بتاعي. ما هو هنزل كل اسبوع الاقي حفر شويه حفر شويه، لا، يبقى ممكن كل مثلا ايه اسبوعين او كل شهر حسب، تمام؟ لكن في التشطيبات هلاقي مثلا تاسيسات النجاره وتاسيسات الكهرباء وتاسيسات الصحي الثلاثه شغالين مع بعض، وبعده مثلا بفتره بدا يشتغل المال والمحاره، وهو شغال محاره في الدور الثاني في بنود شغاله تحت، فانا مضطر ان انزل حتى لو هنزل كل يوم اتابع المشروع بتاعي، فاهمين؟ فالمتابعه ملهاش وقت معين، تمام؟ الكلام ده كله هو عمليه الاداره. انا بعمل اداره لايه؟ للريسورسز اللي عندي. طب ايه فائده الكلام ده؟ او انا عايز اطلع بايه في الاخر؟ عايز اطلع ب 3 جولز معينين، اللي هم في ثلاث محاور، اي ثلاث محاور لمشروع تشييد، اللي هم ايه يا جماعه؟ تايم، كوست، كواليتي. تايم، كوست، كواليتي. انا كمدير ناجح او انا كبلانر ناجح لازم انفذ المشروع بتاعي في الثلاث محاور دول. احقق ايه؟ المينيمم تايم، احاول انفذ المشروع بتاعي في اقل وقت. وايه تاني؟ المينيمم كوست، في اقل تكلفه، صح؟ وليه المينيمم تايم؟ لان التايم دايما فانكشن في الكوست، مش انا كل ما زمن المشروع بيزيد في مرتبات بتزيد، في اندايركت كوست بتزيد، صح؟ هناخد الكلام ده بالتفصيل. يبقى مينيمم تايم، مينيمم كوست، ايه تاني؟ required quality. طب ليه مش best quality؟ حسب ما المالك عايز، حسب ما توصيف البند بيقول لي، تمام؟ تمام يا جماعه؟ طيب يبقى انا كمدير مشروع او كبلانر لازم الهيكل ده او الرسمه دي تكون في دماغي، ان انا في انبوتس عندي اللي هي الريسورسز، بعمل عليها عمليه مانجمنت عشان اطلع الجولز المعينه اللي عندي، تمام؟ طيب يبقى اداره المشروعات بتلخيص زي ما بيلخصوها كده دايما اسمها ايه؟ بيست يوتيلايزيشن اوف ريسورس، الاستخدام الامثل للموارد، ماشي؟ ان انا استخدم الموارد دي، انا عارف الحفار محتاجه يوم كذا، عارف محتاج الحديد اجيبه في يوم كذا عشان احدد الوقت، وما اجيبوش قبلها بشويه عشان ما يصديش واضطر ان انا اجيب ايه؟ صنفره واكلف، تمام؟ يبقى انا كل صغيره وكبيره دايرها في المشروع، ماشي؟ عارف ده فين وعارف دي فين، وعارف ده هجيبه امتى، وده المورد ده استخدمه امتى، وكميه المورد دي امتى. هي دي اداره المشروعات. الدراسه اللي ايه؟ حسب كل مشروع طبعا. لو انا مثلا مشروع زي سكني، مشروع سكني حاجه بسيطه، فيلا سكنيه ولا حاجه بسيطه، ممكن من انا لسه منفذ حاجه زيها ما فيش، هاخد هغير بس حبه المعدلات او حبه الانتاج حسب ظروف الموقع الجديد، يبقى كلها اسبوعين وتخلص. لو مثلا عطى جديد، مسبك مثلا، مسبك مسبوكات يعني مصنع مسبوكات او حاجه زي كده، او فندق ما اشتغلناش فيه قبل كده الشركه، لا يبقى عايز قاعده وعايز ستاف كامل يشتغل فيه في دراسته، تمام؟ طيب.
اخر نقطه انا احنا عايزين لازم احنا بص انا عايز وحوش ماشي مش مهندس بيقول اي مش مهندس بيعيط اخر جزئيه والله اخر جزئيه طيب احنا بس هنلخص بس حاجات بسيطه كده مهام المهندس المكتب الفني احنا كله اتكلمنا فيه بس ايه مراجعه بسيطه كده طيب المكتب الفني احنا قلنا ايه بيبدا من اول دراسه واعداد المقايسات صح ان هو كاستشاري بقى احنا فهمنا دلوقتي دور المالك دور المقاول دور الاستشاري طيب انا كمهندس مكتب فني انا اللي بكون مطالب بدراسه واعداد المقايسات صح اللي هي توصيف البنود والكميات والحصر والدوشه اللي احنا قلناها دي غير كده تحليل ودراسه اسعار جميع البنود صح انا اللي بحلل السعر عشان اعمل ايه املى العطاء واقدمه تمام طيب بعد كده اعداد العطاء وتقديمه للمالك ودراسه العطاء المقدم من المقاول الباطن انا كمقاول رئيسي انا عندي مهندس مكتب فني عمل لي العطاء واقدمه للمقاول طب انا لو عايز زي الهيكل الخرساني ده عايز اجيب مقاول مش عايز اشغل نفسي بدوشه الخشب والحديد والتكاليف دي كلها او الحاجات الصغيره دي كلها هعمل ايه اطرح الكلام ده كمقاول باطن كمقاول رئيسي اطرحه لعدد من المقاولين الباطن ده مقاول باطن يجي يقول لك انا هشيل الشغل كذا قدم لي يا عم دراسه سعر او تحليل سعر شوف سعره ده مناسب فبمسك العطاء بتاعه واحلل بناء على السعر ده تمام واقارن السعر اللي انا هدي يعني انا هاخد ده الله ينور عليك هي دي ماشي هو ايه انا اشوف ربحي كام انا هاخد البند ده ب 12 جنيه هدي لي المقاول الباطن بكام ب 10 جنيه طب ال 2% دي هتغطي لي تامينات وضرايب وخصومات وربح تمام مش هتغطي لي يبقى ايه هتفاوض مع المقاول الباطن جميل معلش لسه ما اشتغلتش انت لسه مش اشتغلتش انا بعمل الكلام ده كله هتشوف الكلام ده في التحليل الاسعار ماشي بعد كده استلام اللوحات المعتمده والكوردينيشن والكلام اللي احنا قلناه واشوف لوحه المحاور والاعمده واشوف التسليح والكلام ده اراجع الكلام اراجع اللوحات اراجع الانشاء مش هلاقي مثلا سميل مثلا ولا كاميرا طوليه وقطع يعني كاميرا او سقف البحر بتاعه كبير والاقي الكاميرا تصليحها قليل او تصليحها فيه مشاكل او كده لا انا لازم كمقاول مهندس مكتب فني لازم اراجع اللوحات دي وادرسها كويس هي مجرد مراجعه مش تصميم ماشي طيب بعد كده المكتب الفني يا جماعه هو حلقه الوصل بين اطراف المشروع اما بيكون في جواب عاوز يتكتب او رد على جواب او مين اللي بيعمل الكلام ده كله مهندس المكتب الفني ماشي طيب بعد كده الرسومات التنفيذيه والتشغيليه اللي اتكلمنا فيها تمام مين اللي بيعملها مهندس المكتب الفني جميل يا رجاله كده تمام طيب بصوا معايا بس الاهم خمس دقايق خلصنا يعني ما تحسنيش بالذنب ماشي طيب بعد كده الجداول الزمنيه احنا قلنا ده تخصص اساسي للبلانر او للمهندس اللي شغال بلاننج في الشركه ما فيش بلاننج يبقى مهندس المكتب الفني اللي بينفذ الكلام طيب بعد كده اعتماد المواد الخام واختيار المقاولين الباطن هو على فكره يا جماعه مدير المكتب الفني هو مدير المشروع بيكون قوي تنفيذ لكن مدير المكتب الفني قوي هندسيا بمعنى ايه لو انا مثلا درست عندي شركه مشروع الشركه هتاخد مشروع جديد مين اللي بيحط الهيكل التنظيمي اللي هو الناس الهيكل مدير المشروع مهندس تنفيذ مهندس مكتب فني الهيكل ده اللي هو الاو بي اس في البرمافيرا هندرسه برده مع بعض مين اللي بيحط الكلام ده مهندس المكتب الفني او مدير المكتب الفني هو لو خدت مشروع جديد هو اللي بيرشح الناس اللي بتشتغل فيه ليه لان انا عندي خبره من مهندس محمد اشتغل مثلا قبل كده في محطه في مترو انفاق فاي مثلا انفاق ممكن اخد مهندس محمد فيه مهندس محمد اشتغل في ايه مثلا كان مدير مشروع انفاق او مدير مشروع انفراستراكشر فعنده خبره الكيفيه اداره المشروع الانفراستراكشر فروح واخده ايه هو مدير المشروع هنا وهكذا تمام مين اللي بيحط الهيكل ده مدير المكتب الفني او مهندس المكتب الفني اللي بيحصر الكميات وبيقارنها بالواقع برده نفس الكلام وضع البرامج التمويليه ومتابعه التكاليف صح الكلام ده كله زي ما قلنا بالتفصيل مسؤوليه من مسؤوليات مهندس المكتب الفني اعداد بيانات التدفقات الماليه التدفقات الماليه اللي انا محتاج من المالك كام في الشهر ماشي او كام دفعات فلوس قد ايه وبعدين المستخلصات الدوريه للعميل
انا كمهندس مكتب فني مقاول بعمل المستخلص وبعرضه على الاستشاري، الاستشاري بيعدل، وانا اللي بعمل المستخلصات للمقاولين الباطن. ماشي؟ طيب بعد كده التصميمات المطلوبه اثناء تنفيذها. افرض انا يا باشمهندس في الجنب كده مش مكمل الفجر يا طيب لو انا يا باشمهندس تحت اي ظرف من الظروف وانا شغال في الموقع احتجت ان انا اعمل سور حوالين الموقع او ما كانش فيه سور في الرسومات وانا اضطريت ان انا اعمل سور، مين اللي بيعملها؟ مهندس المالي، مهندس المقاول بيبدا يدرس الجزئيه دي وبيصمم يعمل ديزاين لسور ويعتمده من الاستشاري او المصمم. تمام؟ طيب بعد كده زي ما اتكلمنا تكاليف المال طبعا بنود مستجده وفر وتجاوز اخد حقي بيها. ماشي؟ طيب النقطه الاخيره اعداد واعتماد مذكرات الوفر والتجاوز وعمل المطابقات. صح؟ عارفين المطابقات اللي هي ايه؟ المطابقه دي يا جماعه بعمل انا مطابقه في اخر المشروع كده، في اخر كل مشروع اقول له مثلا الكميه، وليكن مثلا الكميه الاجماليه مثلا كانوا 1500 متر، فانا صرفت من المالك 1500 متر، او انا نفذت على الطبيعه 1500 متر، فاشوف انا صرفت في مستخلص العميل مثلا في شهر 3 اخذت 500 متر، شهر 4 اخذت كذا، اخذت كذا، تمام؟ وفي نفس الوقت اطابق الكميات دي بالكميات اللي انا صرفتها للمقاول الباطن. ليه؟ عشان مش افوجئ ان انا صرفت للمقاول الباطن كميات اكتر من اللي انا اخذتها من العميل، العميل اللي هو المالك. ماشي؟ تمام؟ المطابقه. بصوا يا جماعه انا عندي كميه في المقايسه. صح؟ كميه في المقايسه. انا مستخلصاتي اللي باخدها من العميل باخدها مستخلصات تراكميه. انا في شهر 3 انا صرفت 400 مثلا متر. انا قد ايه كده 1500. في شهر 4 الصافي الحالي اللي انا نفذته في 4 كان 500 متر. مش عارف ايه كده بقى 600 متر 4 5. تمام؟ يبقى ده اجمالي ايه؟ 1500. يبقى انا بطابق الرقم اللي انا بصرفه من المستخلص بالرقم اللي نفذته على الطبيعه. صح؟ دراسه الحصر. تمام؟ غير كده الرقم ده بشوف ده اللي انا باخده من المالك. طب انا بصرف للمقاول الباطن ايه؟ صرفت له هنا 300، صرفت له هنا 600، كان مزنوق رحت ايه فاكر يعني بدعمه بمجموع بحبه فلوس بحيث انه برضه ايه يزق معايا. ماشي؟ طيب بقى هنا 900، جيت اصرف له هنا صرفت مثلا 700. تمام؟ بقى الاجمالي كام؟ 1600. يبقى انا وقعت هنا في مشكله ان انا عملت صرفت للمقاول الباطن 100 متر اكتر من ان انا اخدتهم منين؟ من المالك. يبقى بناء عليه الشهر الجاي، الشهر الجاي المطابقات دي دايما بتتعمل يا ربع سنوي يا نصف سنوي يا سنوي. ماشي؟ حسب مده الزمان مده تنفيذ المشروع. يبقى انا الشهر الجاي عامل خانه كده اوتوماتيك ان انا كاتب فيها سالب 100. يبقى اي رقم اصرفه للمقاول اقسم منه 100 بتاعتي اللي هي زي جرد بس تسمى هندسيا مطابقه. وفي بقى طبعا مطابقات مخزنيه، انا بصرف من المخزن اللي عندي لو الشركه كبيره وتنفيذ ذاتي. تمام؟ زي ما راجعت السنه الماليه مثلا والكلام ده. الوفر والتجاوز بقى مين اللي بيعمله؟ مهندس المقاول المكتب الفني اللي هو ايه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول اللي هو المالك ولا الشهاده زي ما انا عملتها. اللي احنا هي كانت فين؟ افرض انا زي ما بقول لك ان الراجل ده ذكرت وفر وتجاوز زي الصوره او الحاجات دي، انا بقول له الكميه اللي كانت في المقايسه كذا وانا نفذت على الطبيعه كذا، يبقى انا ليا قيمه فلوس قد كذا. ماشي؟ طيب يبقى دي كده كانت مذكرة الوفر والتجاوز. لا خلاص كده الحمد لله احنا خلصنا الجزئية بتاعة السيشن الأولى، اتكلمنا عن أهم الحاجات اللي أنا محتاج أعرفها كمهندس مكتب فني، اتكلمنا في نقطة المقدمة عن مزروع، طبعا احنا خدنا اوفر فيو عن الكورس كله، واتكلمنا في مهام مهندس التشييد ايه، مهندس التنفيذ دوره ايه، والبلانر دوره ايه، والمكتب الفني دوره ايه، واتكلمنا عن مقدمة عامة عن ادارة المشروعات، وانواع المشروعات، واطراف المشروع، اطراف مشروع التشييد، الاطراف الرئيسية المالك دوره ايه، والمقاول والاستشاري. تمام؟ ان شاء الله السيشن الجاية بقى ناخد المقايسات
ونعرف بقى المقاسات وتوصيف البنود بنكتبه ازاي والفئه والوحده وبنملى الخانات دي ازاي ويكون فيها دراسه وصيغ البنود طبعا والصور تنفيذ الصور لكل بند عشان ندرس نشوف توصيف البند ده ونربط تنفيذه بالواقع او دراسه توصيف البند نربطه بالواقع. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ما كان ده اسال اتفضل السؤال ده.